صح. طب دي الشهادات المصرية، في شهادات عربية بقى؟ لا، ده صديقك اليمني العولقي. اه هذا رجل يكتب في الكرة بشكل مختلف يا جماعة. تعالوا نشوف الألفاظ بشكل مبهر. لا بشكل ومختلف. مبدع مبدع يعني. طب نرجع للشهادات العربية. يعني احنا شفنا صديقك العزيز فايز عبد الهادي الإعلام المصري الكبير اللي طبعا أسرى. طبعا هو الحقيقة له الفضل في انه قدم لي الاستاذ محمد العوالي. والله فايز الله كتر خيره. قال لي معايا هنا دائم السؤال علينا يا ابراهيم. دائم السؤال علينا. بيحييك لانه قال لي شاور لي على الاستاذ محمد العولقي. قال لي خلي بالك من ده. كاتب يمني مبدع يكتب في الكويت. عنده بالنسبه له يكتب في الكويت يا استاذ ابراهيم. كتب في مقاله في موقع توفا الكويتي ده الاستاذ محمد العولقي. اليمني يعني مش المصري اللي المفروض يكون هتقولوا ده اهلاوي. بصوا على قيمه الاهلي لدى اخوانه وابنائه العرب. الاهلي اهلي واهلك، ده عنوان مقالته. بيقول بقى الاستاذ محمد العوالقي: يجبرك النادي الاهلي المصري في زماننا المكور على الاقتراب من مدينته الفاضله، حد الالتصاق. ففي وضع عربي رياضي مقرف، لم يعد لنا سوى الهجره الى مدينه الاهلي الفاضله اللي في وجهه نظره. حيث شلالات الأفراح والليالي الملاح لا تتوقف ولا تهجر هذا النادي الكبير الذي يظل كريما معنا في هدايا أعياده ونيساناته التي لا تنتهي. جاية بقى أخطر ما يمكن. اتفضل. إذا كنت تعاني من أزمة ضمير أو خلل في الأمانة أو نزيف في المسؤولية فليس لك إلا الأهلي يحدد الداء ويصف الدواء. وعندما يعانق أنطونيو الأهلي كيلوباترا أفريقيا ويدخلها هودج الزفة في ليلة عرسه الحمراء تصر الناظرين فكأنه ينهي جفافنا مع حضنا العاثر ويمسح الكآبة عن وجوه عربية تعتليها غبرة وترهقها قطرة. بالنسبة للعبد لله يعني هو كمال بشارة عن نفسه، كلما ألمت بي محنة كروية في زمن انكسارات العربية كرويا كلما يممت وجهي شطر النادي الأهلي. عندما تفتش في ماضيه التليد والعريق يشرئب عنقك، يشرئب يعلى تعلى قامتك عزة وكرامة. المهم بقى وعندما تتمعن في حاضر المذهل والمشرق وكمية من الألفاظ مش هنقدر. هذه دعوة يا جماعة، دوروا على المقالات دي والله صدقوني. هو بيكتب مقالة كبيرة معانا في مجلة الأهلي. دوروا عليها واقروها سواء بتحب أو ما بتحبش الأهلي، بس اقرا عشان تعرف الناس بتبص ازاي علينا وبتنتقي. بقى حريص محمد العوالقي على كتابه اسبوعيه في مجله الاهلي بيعبر فيها عن كل حب وعن بعد لهذا الكيان العربي. انما بيختم يقول ايه بقى بعد مقاله طويله جدا اللي مش هنقدر نقراها. ايوه. وفي ظل تراث كروي احمر يحبس الانفاس تقديرا واعجابا بملك افريقيا والشرق الاوسط، لا لوم على الإعلام الأهلاوي عندما يتفنن في تأكيد حبه وعشقه وهيامه بنادي الملايين، فمن لا يرفع القبعة لهذا الكيان العملاق الذي يطعمنا فرحا ويسقينا مرحا في عز انكساراتنا الكروية لا يفهم حقيقة أن من بنى مصر كان في الأصل أهلاوي. حلوان هو كاتب أهلاوي. ولهذا ده هو بالإشارة إلى طلعت حرب اللي بنى الاقتصاد المصري. لهذا تبدو مصر كلها وكأنها اكتست باللون الأحمر ويستمر. ولكن